للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتبة الصحفية الأستاذة هند الضوي. أستاذة هند، الملف الاقتصادي حاضر وبقوة في هذه الزيارة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واستثمارات تقدر ب 5 مليار دولار بشكل مبدئي في علاقات استراتيجية ما بين البلدين. كيف طريق هذا الملف الاقتصادي وما يمكن أن يضيفه في هذه العلاقة؟ تحياتي لحضرتك وللمشاهدين. بالطبع يعني الوضع الاقتصادي العالمي ليس على ما يرام نتيجة الحروب حول العالم وكثرة الصراعات وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية التي فرضت ضغوط كبيرة على ملف الطاقة وملف الاقتصاد، ما دفع الدول العربية سواء كانت مصر والأردن والعراق من جانب والدول الخليجية من جانب آخر للبحث عن التكامل الاقتصادي العربي لمواجهة مثل هذه التحديات، خاصة بعد تعرض امدادات سلاسل الغذاء لتحديات كبيرة، وبالتالي ظهرت الحاجة لبداية تعاون استثماري اقتصادي ما بين الدول العربية. شاهدنا جولات متعددة للزعماء والرؤساء في مصر تحديدا، حضر معظم ملوك الخليج وأيضا آخرهم الأمير تميم من أجل دفع الاستثمار. مصر لديها خبرة كبيرة في الإنتاج وهو الأهم الآن، سواء الإنتاج الزراعي أو الإنتاج الصناعي. دول الخليج لديها كثير من الموارد والأموال في الخارج، تبحث الآن عن إعادة تدويرها في الداخل العربي. مصر مهيئة لتلقي مثل هذه الاستثمارات من أجل إنشاء كيانات اقتصادية عربية خارجة أو مستقلة عن الدول الكبرى، لأن الوضع العالمي قابل للتدهور والتصعيد في المراحل القادمة، والأهمية والأولوية الآن لتكون هناك يعني اكتفاء ذاتي من كافة السلع والمنتجات في الداخل العربي. لذلك نرى اليوم الأمير تميم ومن قبل ولي العهد السعودي وملك الأردن وأيضا ملك البحرين في مصر من أجل هذه المشروعات، وأن تكون مصر هي كما عودتنا في التاريخ قبلة التحرك العربي، فضلا عن تحديات كثيرة أخرى سياسية وأمنية تفرضها الضغوط انشغال الدول الكبرى بصراعاتها الداخلية بعيدا عن المنطقة. نعم، تأتي هذه الزيارة للأمير القطري بعد عدد من الزيارات لمسؤولين عرب كانت في الأسبوع الماضي، ملك البحرين، ولي العهد السعودي، ملك الأردن، وقمة أيضا عقدت ثلاثية ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين والملك الأردني. يعني برأيك ما تضيفه هذه الزيارات المتبادلة وترتيب الأوراق العربية مرة أخرى قبل قمة خليجية مرتقبة في الشهر القادم؟ تعلمي أن القمة الخليجية أو القمة المشرق الجديد أيضا مع القمة الخليجية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث على إثرها أو نتائجها شكل الشرق الأوسط، طريقة إدارة هذه المنطقة، وهي منطقة يعني مليئة بالصراعات ومليئة بالموارد، وتحديدا ملف الطاقة سواء الطاقة النفطية المتعلقة بالخليج أو طاقة الغاز التي حولت مصر الآن لمركز إقليمي وربما عالمي في السنوات القادمة. كل هذه الأمور تحتاج لتحقيق التطابق ما بين القوى العربية للتحدث مع الأمريكي بصوت واحد. كثير من الدول الكبرى يعني استفادت من الفرقة التي ضربت المنطقة العربية أو السياسات والأجندات الخارجية للدول العربية. الآن هناك تلمس وتحسس للمشكلات، وبالتالي كان هناك رغبة لتوحيد الصف العربي، توحيد الرؤى في كافة الملفات والقضايا قبل التحدث مع الأمريكي، لأن هناك ضروريات ملحة سواء كانت إنهاء الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، إعادة واستعادة الدول الوطنية في كافة الدول العربية التي انهارت بعد عام 2011، وبالتالي التطابق أو تحقيق التطابق والتوافق هو نقطة الانطلاق نحو التحدث مع الدول الكبرى. الجميل أو يعني اللافت هذه المرة أن الرغبة عامة، بمعنى أننا نجد أن كل الدول العربية لديها رغبة في التحقيق التوافق مع المنطقة
المجموعة العربية، هناك حياد نسبي اتسم به الموقف العربي من الأزمة الأوكرانية الروسية، وهذا جديد وهذا يدعو للتفاؤل في المرحلة القادمة. هناك رغبة في تحقيق يعني تقدم في المسار التفاوضي للقضية الفلسطينية وتحقيق كافة ما يمكن يعني البناء عليه لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. هناك رغبة في مساعدة الدول العربية التي ما زالت تحت وطأة الإرهاب. كل هذه الأمور أعتقد أنها مطروحة، واللافت في هذه المرحلة أن هناك توافق عربي بالفعل بين القادة والزعماء على ضرورة توحيد الأجندة العربية قبل التحدث إلى الأمريكي لفرض يعني وجهة نظر عربية خالصة مستقلة عن الصراع الدولي وتغيير موازين القوى، وهذا ما نتوقعه إن شاء الله الشهر القادم مع قمة جو بايدن. نعم، تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية مصر وقطر بتهدف إلى التشاور المستمر وأيضا تنسيق آليات للمتابعة لهذا التعاون الذي ارتقى الآن إلى المستوى الاستراتيجي بهذه الزيارة لأمير قطر في مصر. برأيك ما يمكن أن تضيفه هذه اللجنة من عمليات المتابعة المستمرة وأن تكون مستويات التعاون بالقدر والمستوى المطلوب؟ يعني طبعا إقامة لجنة عليا ما بين أي دولتين عربيتين ده معناه أن العلاقات عادت إلى أفضل حالاتها، يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك لجنة مشتركة ما بين دولة ودولة بينهما مشاكل، ولكن في النهاية تشكيل مثل هذه اللجان يعني أن هناك رغبة مشتركة من الطرفين للتنسيق الكامل في كافة الملفات. فيما يخص الملفات السياسة الخارجية ما بين مصر وما بين قطر، فكرة الآن التوافق حول طريقة المعالجة أو طريقة التعامل في القضايا الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، هذا انتصار كبير للدبلوماسية العربية بشكل عام وللدبلوماسية المصرية القطرية بشكل خاص، لأن هناك كثير من الملفات منخرطة فيها مصر ومنخرطة فيها قطر. على سبيل المثال ملف قطاع غزة، ملف ليبيا، كثير من الملفات. فكرة أن يكون هناك توافق يعني هذا تعزيز للقوة، قوة الثنائي في معالجة القضايا، وبالتالي سيصب في مصلحة قضايا الأمن القومي المصري وقضايا الأمن القومي الخليجي من محور آخر. نعم. هذا طبعا ملاحظ بأنها استراتيجية مصرية منذ مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد سنوات بعد أن سمحت الظروف بذلك أن مصر إذا نظرنا سنجد أنها شكلت لجنة مشتركة ثنائية مع معظم الدول العربية الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، الهدف إلى الوصول إلى توافقات نسبية تؤدي في المحصلة إلى توافق عربي كامل حول القضايا المصرية والأساسية في المنطقة. والسيد الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصرية تحدث مرارا وتكرارا أن هناك التزام قطري بكل ما تم الاتفاق عليه منذ قمة العلا، وبالتالي هناك تفاؤل نسبي كبير بأن الترابط هذا الترابط والتوافق العربي يمكن بالفعل أن يحلحل الأزمات المتتالية في منطقة الشرق الأوسط، والتي لا بد أن يكون هناك لها حلول جذرية قبل الانسحاب الكلي للولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة على غرار ما حدث في أفغانستان. نعم، إذن هي سياسات من التوازن في العلاقات العربية العربية وتقوية الأواصر المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو المستوى العربي بين الدول المختلفة.